طيب في حد بيتفرج يعني، حد من حضراتكم ممكن يقول لي طب ايه مصلحه الانديه؟ الانديه ليها مصلحه ان المنتخب الاولمبي يوصل لدوره الالعاب الاولمبيه في باريس 2024. ازاي؟ النهارده كل نادي عنده لعيبه صغيره في السن، اللعيبه دي اصول يعني ايه؟ يعني ليها تمن. اللعيب النهارده او المنتخب ده لو ما تاهلش للبطوله الاولمبيه القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه دي بتقل. انما النهارده لو اللعيبه دي وصلت للاولمبيات ولعبت في الاولمبيات، اول حاجه دي فرصه ان هم كلهم ممكن حد منهم او بعض منهم يجي لهم عروض احتراف، وكده وبكده الانديه هتستفيد، تقدر انها تعرض لعبتها من خلال بطوله كبيره جدا العالم كله بيتابعها، الاولمبيك جيمز كل العالم بيتابعها. نمره اتنين، خلي بالكم بقى انا ما بتكلمش على مصلحه مصر وكل حاجه، انا بكلمكم على مصلحه الانديه. طبعا دي مصلحه مصر قبل اي حاجه، لكن انا بكلمكم مصلحه الانديه فين. فالنهارده وصول منتخبنا الاولمبي لدوره الالعاب الاولمبيه القادمه في باريس مهم جدا لمصر وللانديه، لان دي بطوله فاترينه تقدر الانديه انها تعرض اللعيبه دي، مش طبعا غير الخبرات والاحتكاك الدولي واللعب على افضل مستوى وكل الكلام ده، اللعيب هيرجع لك من الاولمبيات لعيب مختلف تماما حتى لو ما جالوش فرصه ان هو يسافر ويحترف. فانا شايف ان ممكن يبقى في اتفاق بشكل ودي وطلب بشكل ودي ما بين الاتحاد الكوره وما بين الانديه، خاصه ان معظم اللعيبه دي ما بتشاركش بشكل اساسي، ان لا اعمل معسكر شهر قبل كاس الامم الافريقيه في يونيو، اعمل معسكر شهر، والمعسكر ده تخلله ست مباريات، يبقى انت كده اديت فرصه للولاد دول ان هم يشتغلوا مع الراجل اطول فتره ممكنه، وان هم يلعبوا ماتشات وديه مع مدارس لعب مختلفه. يعني انا شايف ان احنا لازم نتعاون مع بعض، وتقول مثلا تحط نقطه، مثلا تقول ان لو في نادي عنده اكتر من 3 لعيبه مثلا في المنتخب الاولمبي ماشي، ان انت اللعيبه ما تفوتش يعني بشكل رسمي. المنتخب الاولمبي ملوش اي حقوق ان هو يطلب اللعيبه حتى في الاولمبيات على فكره، يعني من حق الانديه ان هي ما توديش اللعيبه للاولمبيات لو المنتخب تاهل للاولمبيات. ولكن يعني مش عارف، انا شايف ان احنا انا شايف بالذات الانديه الكبيره يعني تقدر تعوض لعيبه المنتخب الاولمبي، عندها اللعيبه اللي تقدر تعوض لعيبه المنتخب الاولمبي، بس هيفوتوا ايه في الدوري 4-5 ماتشات؟ مفيش مشكله تقدر تعوضه، عندك 30 لعيب تقدر تعوض، لو عندك سردباك يعني الزمالك يقدر يعوض حسام عبد المجيد، الاهلي يقدر يعوض كوكا او محمد اشرف، المحله يقدر يعوض اجويرو، البنك الاهلي يقدر يعوض اسامه فيصل، بيراميدز عنده لعيبه كتيره جدا بتلعب في مركز ابراهيم عادل، يعني كل ميسي نفس الكلام، كل اللعيبه احمد عيد في امبي ما بيشاركش اصلا بشكل اساسي. ف نقدر يا جماعه ان احنا نشتغل مع بعض، اتحاد الكوره مع الانديه، نتوصل لاتفاق، لان زي ما قلت لكم في النهايه الكل كسبان، الكل كسبان على المدى البعيد، الكل كسبان، اللعيبه دي راحت اولمبيات والمنتخب ده راح اولمبيات، القيمه التسويقيه بتاعت اللعيبه اللي هي بيمتلكها الانديه بقت اعلى اكتر من الدبل. طيب اللعيب ده راح الاولمبيات واجاد، اكيد هيجي له فرصه عرض احتراف، يبقى انت كده كسبت. طيب اللعيب ده راح لعب في الاولمبيات، لعب 3 ماتشات يا عم ورجع، 4 ماتشات، خد احتكاك قوي جدا، لما يرجع لك هيكون لعيب تقيل، لعيب بقى اللعيب اللي انت ما بتشركوش دلوقتي هيكون لعيب، لا ممكن يبقى لعيب اساسي في فرقتك، هيرجع لك جاهز على اللعب والمشاركه في بدايه من الموسم الجديد. فاعتقد ان الجميع ممكن يكون كسبان. انما النهارده اللعيبه دي
لو خدت معسكرات قصيره في الاجنده الدوليه بس وما قعدتش مع بعض فتره طويله هتبقى الامور صعبه بكل بساطه. ليه؟ لان اللعيبه ما بتشاركش بشكل اساسي مع انديتها. مين اللي بيشارك بشكل اساسي؟ حسام عبد المجيد بيشارك بشكل اساسي، ابراهيم عادل ساعات بيلعب ولا يعني 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 بتاع اجويرو بينزل الشوط الثاني على طول مع المحله، لعيب كويس قوي على فكره. اسامه فيصل ما بيلعبش اساسي على طول في البنك الاهلي. كل اللعيبه اللي انا شايفها طبعا كوكا من النادي الاهلي، محمد اشرف ما بيلعبوش بشكل اساسي. انا شايف ان الانديه تقدر تشتغل من غيرهم، مش هيبقى في اي مشكله والامور هتبقى عادي، مفيش اي مشكله. ف يعني مره نجرب ان احنا نتعاون مع بعض، والانديه ما تتمسكش وتقول لك لا اصل احنا وده اللعيب، لا تقدر تعوض، ايه المشكله؟ ما يعني مش معقوله الزمالك والاهلي وبيراميدز وتبقى يقدروش يعوضوا اللعيبه. دي لقطات من ماتش، دي لقطات يعني من الماتش عرفنا نجيبها، برافو والله. يعني ممكن تكون اول لقطات يعني يعني اي قناه مصريه تتحصل عليها. نحاول نشوف اي حاجه، ولكن كابتن بركات اكد لنا ان المباراه ما كانتش سهله، وان اكد لنا ان لعبتنا كانت ملتزمه بخطه مكالي، وان هم لعبوا بتوازن كبير. وكويس جدا ان انت تخرج ماتشين، وخلي بالكم الماتشات دي بتبقى يعني ايه، ماتشات صعبه، ماتشات حتى ايا كان المستوى الماتشات دي اللي بتبقى بره دي صعبه. واللي ريح الماتش ده، خلي بالكم اللي ريح الماتش ده الجون التاني بتاع اجويرو. لما كناش جبنا التاني بتاع اجويرو الماتش ده كان هيبقى كابوس. ال 2-0 برضو تدخلك الماتش ده ايه باعصاب اهدى. دي طبعا الهايلايتس بتاعت الماتش. وكابتن بركات اكد لنا ان احنا لينا هجمات، وان احنا اضعنا بعض الفرص، ولكن النتيجه جيده جدا. والف مبروك لمنتخبنا الاولمبي. ولكن احنا طمعانين، واحنا طمعين ان احنا جماعه مصر، ومش هنفضل عايشين على التاريخ بس، لكن احنا لازم نجهز نفسنا كويس. الاولاد دول اتظلموا انهم اول حاجه ما فيش بطوله سكند تيم او بطوله تحت 23 سنه يشاركوا بيها بشكل مستمر، وفي نفس الوقت معظمهم ما بيشاركش بشكل مستمر مع فرقه. فاللعيبه دي مظلومه، حتى في بعضهم قالوا ان هم يطلعوا اعارات لبعض الانديه، الانديه رفضت. فلازم يبقى في حل. الحل فين؟ مش هتقدر تفرض على الانديه دلوقتي بدون اي قانون في وسط الموسم ان هم يلعبوا اللعيبه دي. الحل فين؟ ان الانديه مفيش اي مشكله بشكل ودي يحصل اتفاق ويحصل معسكر شهر قبل البطوله، هو ده الحل الوحيد عشان تعرف ان انت تروح البطوله تعمل حاجه. عايزين نشوف تصريحات ميكالي بعد المباراه. يعني الراجل بعد المباراه قال: اشكر اللاعبين الابطال، لقد كانوا عند حسن الظن، حققنا صعودا مستحقا امام منافس شرس وعنيد، خاصه على ملعبه ووسط جمهوره المهووس بكره القدم. زامبيا طبعا بلد ليها تاريخ كبير في الكره الافريقيه. الان استطيع ان احلم انا واللاعبون بحصد بطوله افريقيا. انا عاجبني بقى الكلام ده. لازم يبقى هدفك مش تاهل، لازم يبقى هدفك ان انت رايح تفوز بالبطوله، علشان لا قدر الله لو وصلت فاينل، وصلت سيمي فاينل، يبقى انت برضو وصلت للاولمبياد. انما تروح يبقى هدفك التاهل، مش هتتاهل. لازم الاهداف تبقى واضحه. عشان كده عجبني جدا تصريحات ميكالي بعد المباراه، ان احنا لدينا جيلا واعدا يستطيع حصد اللقب، بذلنا مجهودا هائلا ولا يزال ينتظرنا الكثير. واجهنا صعوبات في مباراه اليوم، ابرزها ارضيه الملعب والجماهير الغفيره، ولكن اللاعبين نفذوا المطلوب وانتظروا جيلا اولمبيا قويا. عجبني جدا ثقه ميكالي مدرب حاصل على الميداليه الذهبيه مع منتخب البرازيل في نفس المرحله العمريه وفي نفس يعني درجه المنتخب الاولمبي.